صديقي سنة كاملة تقريباً مرت من وقت ما نزلت أول فيديو بهالقناة، واليوم في بالقناة بعد سنة تقريباً 40 فيديو، وصدقاً وراها تقريباً ما يقارب 2000 ساعة بين تحضير وبحث ومونتاج، وهذا اللي جعل تقريباً 1500 شخص يصير متابع وصديق لهالقناة. وعلى الرغم من هالأرقام متواضعة بعالم السوشيال ميديا أصدقائي، ولكن رحلة السنة بقناتي باليوتيوب ما كانت نتائجها منعكسة فقط بالأرقام، ولكن بالتجارب اللي خطة واللي تعلمت منها كتير واللي حابب أشارككم إياها اليوم، عسى يكون فيه لفائدة إلكم وخير. وقبل ما أشارككم هالتجارب، حابب أتشكر من القلب كل شخص عبر عن تقديره للجهد المبذول بالقناة من خلال إعجاب أو متابعة أو حتى تعليق حلو. أول تجربة هي حابب أشارككم فيها من خلال قصة، إنه أنا دخولي بعالم الإنترنت أو المحتوى ما كان أوله بداية قناة اليوتيوب، وإنما كان في فكرة سابقة من 3 سنين متعلقة بموضوع العملات الرقمية. قريباً من 3 سنين أنا اكتشفت إنه المحتوى العربي بموضوع العملات الرقمية يا كان مشروح بشكل كتير سطحي، وحتى المشروح بشكل عميق كان مشروح بشكل غير مبسط، يعني ما في محتوى عربي بيشرح لك العملات الرقمية بشكل مبسط. ولذلك قررت إنه أنا بدي أعمل محتوى للعملات الرقمية أو كورس أونلاين أشرح فيه موضوع العملات الرقمية بشكل مبسط، وبلشت فعلا انه انا ابني الكورس ومحتواه. ولكن تقريبا بعد 4 أشهر بدون اي سبب واضح فقدت الاهتمام ببناء الكورس الاونلاين. ولذلك هديك السنة وقت بلشت بفكرة قناة اليوتيوب اللي بقدر فيها اشارك خبرتي ومعارفي بموضوع الاستثمار بالاسهم والبورصة بشكل عام بالمانيا، كانت اكبر مخاوفي هو انه انا ابلش بالقناة وافقد اهتمامي فيها بعد اشهر مثل ما صار بكورس العملات الرقمية. واللي زاد الطين بلة صديقي انه فعلا بعدة فترات انا نزلت كتير فيديوهات وكانت نسبة المشاهدة ضعيفة، وكنت أقول لحالي أنه أنا بحط تقريباً بين 15 ساعة لأجهز الفيديو وما عم بيجي عليه مشاهدات أو ما حدا عم بيعمل مشاركة للفيديو، وهذا طبعاً بيعمل نوع من أنواع الأحباط خاصة لصانعين المحتوى الجديد. وأصدقائي صدقاً بهيك أوقات كنت أنا أذكر ذاتي أنه ليش أنا عملت القناة اليوتيوب، أنه أنا فعلياً ما عملتها بس مشان أرقام، وإنما عملتها لأنه هي جزء مني، أنا عم بعيش جزء من شغفي، وعملت القناة كمان لأعيش تجربة وأخوضها لأحاول مواجهة نفسي. وكنت أقول أنه لو في شخص واحد على هلك الأرضية رح يستفيد من المحتوى اللي رح أنزله ويقدر يغير بحياته لو 1%، فكان هذا تشجيع لإلي أنه أتابع تنزيل الفيديوهات وعمل محتوى متعلق بالاستثمار وحتى بعقلية الاستثمار. والعبرة منه أصدقائي أنه أي شخص حابب يبلش بفكرة مشروع أو عمل، فلابد أنه هالشغل أو العمل يكون فيه جزء منك، يعني يكون فيه جزء أنت بتحسه أو مؤمن فيه، وأنت بالأخير تكون الشخص المؤمن فيه جدا، مو عم تعمله لأنه فلان بيعمله أو لأنه علتان قال لك يلا هذا الشيء شغال أو إلى آخره، وإنما لازم تفعل أشياء فعلا تكون أنت مآمن فيه، لأنه أي مشروع أصدقائي صدقا وقت بدك تبلش فيه رح تمرق فيه أكيد لحظات فشل ولحظات إحباط. وإذا ما كنت أنت الشخص المؤمن بمشروعك فصدقني ما في شخص رح يساندك ويوقف جنبك إلا أنت ونفسك. والتجربة الثانية اللي حابب أشارككم إياها أصدقائي من خلال تجربتي باليوتيوب خلال سنة كاملة، ورح أحكيكم إياها من خلال قصة صغيرة، هو أنه أنا شخص جاي من سوريا وصلت على ألمانيا بال 2010 ودرست فيها ماجستير إدارة أعمال، ولكن بالأصل أنا هندسة ميكانيك، وده اشتغلت حتى بشركة كبيرة بهانوفر بمنصب إدارة المشاريع الاستراتيجية. يعني اللي لكم عليه أصدقائي أنا كنت بعيد كل البعد عن موضوع الاستثمار وموضوع السوشيال ميديا واليوتيوب، وكنت حاطط نفسي ضمن إطار معين واعتقدت أنه هذا الإطار هو فيه إمكانياتي وقدراتي. ولكن الشغل اللي اكتشفته أصدقائي أنه نحن مخلوقين على هالدنيا فعليا، إذا نفكر فيها محن مخلوقين كإنسان بعقل بقدرات لا محدودة، وأنه هالإطار اللي أنا حطيته حوالي هو فعليا إطار مصطنع حدني كتير من اكتشاف قدراتي وإمكانيات. ولذلك بمجرد خروجي عن هالإطار التخيلي اللي أنا شكلته عن نفسي، وأظن كتير منكم عنده إطار باللاوعي بحط نفسه ذاته جواته، قدرت أبلش بموضوع قناة اليوتيوب، والأول مرة بوقف قدام كاميرا وبصور وبعمل مونتاج للفيديوهات، وهذا الشيء ما كنت أتخيله قبل سنتين أنه أنا حتى أدخل بموضوع السوشيال ميديا. ولذلك أصدقائي والعبرة، وهذا كتير شيء مهم، حاول دائما تكتشف شو هو الإطار اللي أنت خلقته حوالين نفسك واللي عم يحد من قدراتك، وحاول دائما لو بأشياء صغيرة
تجرب أشياء جديدة بحياتك حتى توسع هالإطار، حتى لو ما كان فيها يعني نفع مادي أو نفع بشكل مباشر، لأنه هالتجارب الجديدة بحياتك رح توسع شوي شوي إطارك، تقدر تتعلم شو هي قدراتك وشو هو شغفك وشو هو الشغلات اللي أنت أو هدفك من هالحياة. لأنه بالنهاية أصدقائي، الشخص اللي عم بيمنعك من التقدم هو أنت ذاتك، والإطار اللي بتحطه حواليك اللي بتحد من قدراتك. لذلك أهم شيء ابتعد عن المقارنة بينك وبين الأشخاص التانيين، وحاول دائما تكتشف ذاتك من خلال تجارب جديدة. أتمنى أصدقائي تكونوا استفدتوا من هالتجربتين وقدرت تتغير لو فكرة صغيرة بحياتكم أو جزء صغير من أفكاركم. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، ومنشوفكم بخير.